الصوفيه الاسد ديل خطيرين. ليش؟ لانه الصوفيه الاسد الدعاه ديل اللي بيدعوا للصوفيه، الصوفيه اللي بيدعوا الاسد ديل بيجيبوا شبهات. دار تفهم النقطه دي، بيجيبوا شبهات زمان كانت ما زي دي خطيره. فشنو الناس الكبار اللي ماتوا زمان وبقول لك البرعي بيلحق وكذا، ديل خلاص الصوفيه قالوا الشغل ده ما ينفع مع ناس، لابد نجيب شغل حديث. فبيجوا يجيبوا لك محمد المنتصر والجماعه ديل وين في التلفزيون، يجيبوا لك الشبهات، يقطعوا الكلام، يقول لك والله انت الوهابيه قالوا كذا. ما بقول لك الكلام عادل، يقول لك والله الشيخ الاسلام ابن تيميه قال كذا وما قالوا، ولا ما قالوا ولا قطعوا، يقول لك ترجع صفحه كذا تلقى كذا كلكم شفتوا. يجيبوا لك في التلفزيون واحد اسمه محمد المنتصر، ده لابد تحذر الناس منه، تحذر اهلك ما تخلوا يسمعوا له. زول مجرم اجرام عجيب مره واحده زي ده، صوفي ما لقى ذاته في السودان، بيجيب كذاب وزول عنده يعني غش وخداع ما تتخيله اصلا. فانت لو كنت ما عارف مثلا الكتب بيغشك، يقول لك افتح صفحات كده وتلقى صفحات كده. فإياك إياك تشنو تصدق الكلام ده. فأنا إذا أختم الكلام ده بحاجة مهمة، الشبهات اللي بيجيبوها الصوفية ديل خلاص الزول لابد يعرفها كويس، والإنسان لابد يعرف الدعوة للتوحيد دي. لابد إنك عشان تدعو للتوحيد تحذر منه، من الناس اللي بيقعوا في الشرك، بيقعوا الناس في الشرك تحذر منه. والناس اللي بيدعوا للشرك في السودان ديل منه؟ ديل الصوفية. أكثر ناس بيدعوا للشرك في السودان منه؟ الصوفية. وبيجوا للناس بيسم شنو؟ بالكذب، يقول لك نحن بنحب النبي عليه الصلاه والسلام و الى اخره. والزول طبعا اي اللي بيحب الرسول يقول لك والله الصوفيه يحب الرسول. يا اخي نحن لو ما بنحب الرسول عليه الصلاه والسلام كويس بنجي ندعو للتوحيد؟ كل اللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، والا زول ما بيحب النبي عليه الصلاه والسلام كيف يكون مؤمن؟ الزول ما بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مؤمن. لكن الصوفيه عشان يغشوا على الناس بيقول لك ده ما بيحب الرسول ونحن بنحب الرسول. انت المفروض تكون طلعت من الحلقه دي زول فاهم. قول له انت لو بتحب الرسول ما بتعمل الحياه اللي كان يعملها الرسول ليش؟ لو انت بتحب الرسول كان شنو؟ كان عملت زيه ولا ما صح؟ فده الفهم. عشان كده تفهم انه دعاة الصوفيه ديل ناس خطرين جدا وبيدعوا للشرك كويس. من شيخنا البرعي لليله محمد المنتصر بيجددوا في شنو؟ في افكار وشرك الاولين. والشرك اللي بيدعوا له الليله ده اخطر من شرك ابو لهب وابو جهل والاوائل ده كلهم. فالزول لابد يكون فاهم ويحذر اهله من الصوفيه ومن دعاه الصوفيه، ويمسك الناس بربنا سبحانه وتعالى، وتكون في قلبك الا ربنا سبحانه وتعالى. ما تنادي برع ولا غيره، تنادي الله براه. داير ولد تنادي الله براه، داير قروش داير رزق تمشي لله براه، ترفع يدك لربنا. ما تنادي زول غير ربنا سبحانه وتعالى. ما يلوم فيك الصوفيه يغشوك وانتهوا. عباره عن ناس البنادوم ديل ناس ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ربنا يقول الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها. ما عندهم حاجه، كلهم ما عندهم حاجه. فذكرهم ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله. تنادي غير الله انت خلاص وقعت في الشرك وانتهيت، ولو مت على الحال بتخش جهنم والعياذ بالله. لانه ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك شنو لمن يشاء. هذا هو الدعوة، وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان يرجع للتوحيد ويدعو للتوحيد ويحذر أهله من دعاة الشرك، لا سيما الصوفية في هذه البلاد وغيرهم من المضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من الشرك وأهله، إنه سميع الدعاء. بطارية. فهمت؟ ده شرك وضلال. فهمت؟ ده الشرك بتاع المتصوفة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. شوف في الدين الإسلامي ما في طرق ولا في صوفية. ربنا قال إن الدين إن الله شنو؟ الإسلام. ما قال صوفية. وربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من شنو؟ من المسلمين. ما من الصوفية ولا من التجانية ولا من البلاغاتية. تلقى البلاغاتي كانت الحيلة. طبعا نحن الله خلقنا وربنا شنو الرزقنا وربنا المحي وربنا المميت. الكلام ده بلاغاتي يا بليد ابليس بتفق معك في الكلام ده انه الله خالق. ورى الناس العقيده خلي قاعد حيلك وقاعد في الجامع شايل لك حله وشايل لك كافيتيريا تلقاه ما عندنا عطاله قاعدين شفت بقج وحلل. فهمت؟ تلقاه شايل لك مسواك. بلاغاتي ما عندها شنو اي موضوع. عشان كده ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله برعي كباشي صايم ديما ركاني برهانيه كلا ان الذين تدعون من دون الله
لن يخلقوا ذبابة. الله قال لك دبانة تقول لي بخيتة يا براي، لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لغوي عزيز. يقول لك الشرك والضلال، يقول لك قماك للأولياء الأغطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، شرك وضلال على مستوى عالي. لأنه ربنا قال في القرآن يا صوفي، أقرأ القرآن، أقرأ القرآن يا صوفي يا بليد، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وربنا قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جل النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول قال ليش غيب ولا يعلم الغيبة إلا الله، عشان كده ربنا قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون غريبة، عشان كده ربنا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. السؤال الثاني قال لي متى ينزل شنو المطر؟ الرسول قال ليش غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال لي الشيوخ بتاع الصوفية دين يقول لك انت داير مطره، يقول لك هاي داير مطره، يقول لك اسمع داير رشه ولا مطمطم يا دول، لا رشه ولا مطمطم، ربنا اللي بنزلها برا، ربنا قال وانزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافه. الله اللي بنزل المطره بقى، ما في صوفي بيقدر ينزل نقطه واحده بتاعت مطره، انت فاهم كلامي يا صوفي؟ السؤال الثالث قال ليش نو زوجتنا حامل بتلد ذكر ولا انثى؟ برضو النبي عليه الصلاه والسلام قال ليش نو غيب ولا يعلم الغيب الا الله. السؤال الرابع قال لي انا عارف يا متولد تبتين يا كده انا حموت بتين ما عارف، برضو الرسول قال لي غيب ولا يعلم الغيب الا الله، وتلا عليه الصلاه والسلام ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. انا اكتفي بذلك واقدم اخونا يسري.